موضوع مهم برضو عفوا لازم اتكلم فيه مع حضراتكم. هو ليه اتحاد كرة القدم مش بيعلن كم نادي محروم من القيد في الموسم القادم؟ بالمناسبة هو ليس نادي واحد، في ناديين موقوف القيد بتاعهم بقرار من الفيفا، وفي نادي تالت وصل له انذار من الفيفا بإيقاف القيد بسبب مستحقات صفقة سابقة. أنا هنا مش دوري إن أنا أتكلم عن الأسماء، بالمناسبة مش أنا المنوط، مش البيت الكبير ولا إسلام الشاطر هم المنوطين نحن نعلن عن هذه الأندية، ولكن اتحاد كرة القدم من المفترض إنه يكون هو المنوط بكده. الفيفا ما بيراسلنيش، الفيفا بيراسلك، بيراسل اتحاد الكرة المحلي وبيبعت نسخة للأندية طبعا. فالنادي مش هيطلع يشرد لنفسه. وعلى فكرة هو مش لكن اللي اقصده ان اتحاد كرة القدم من واجبه ان هو يعلم الجميع ان النادي الفلاني والنادي العلاني والنادي الترتاني دول موقوفين. عارفين ليه؟ عشان بقية الأندية تتعلم ما تعملش الأخطاء اللي عملتها الأندية دي. لأن بالمناسبة العوامل اللي أنا بتكلم فيها دي بتؤثر على سوق الانتقالات، وأيضا منعا لخداع اللاعبين والأندية. يعني لما يكون نادي ممنوع من القيد لازم اتحاد كرة القدم يعلن، عشان في لعيبة ممكن مستقبلها يضيع بغياب معلومة زي دي، وحصلت قبل كده أعتقد مع نادي الزمالك أعتقد. يعني مش فاكر نادي. المهم تم إخفاء صدور قرار بإيقاف قيد أحد الأندية، وكانت عمل تعاقدات، اللعيبة دي اتصدمت ولا هيلعبوا ولا هيعرفوا يروحوا أندية تانية. معرفش ليه يبدو أن اتحاد كرة القدم عنده هواية إخفاء المعلومات والخطابات، درج حط واقفل وخلاص. مرة تانية عملية إيقاف القيد لأي نادي أيا ما كان اسمه لابد أن تكون معلنة حفاظا على مستقبل اللاعبين وتعليما لبقية الأندية. وجهة نظري عشان ما ارجعش يعني بعد كده ما ارجعش أزعل.